بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية استرجاع كلمة السر الخاصة بتطبيق الأمازون. هلا على سبيل المثال، أنا كان عندي حساب بتطبيق الأمازون، طبعا كنت عامل حساب من خلال البريد الإلكتروني وضايف عليه رقمي، بس المشكلة اللي صارت عندي إنه أنا نسيت كلمة السر الخاصة بتطبيق الأمازون. يا ترى كيف فيني أعمل استرجاع على كلمة السر الخاصة بي بتطبيق الامازون عشان فيني ارجع اعمل تسجيل دخول بحسابي بالامازون؟ كيف راح تكون الطريقه؟ الطريقه راح تكون على الشكل التالي. طبعا عندي هون الشاشه الرئيسيه الخاصه بتسجيل الدخول بحساب الامازون على الشكل التالي. عندي الخيار الاول انه انا عندي من قبل حساب بالامازون، راح نكبس عليها ضغطه، راح نسجل الايميل الخاص فينا بالامازون. هلا بعد ما سجلت الايميل الخاص بحسابي بالامازون، راح اكبس على كلمه كونتينيو الموجوده عندي هون. هلا انا المشكله اللي حكيت عنها، انا بالنسبه لي نسيان كلمه السر الخاصه بحسابي بالامازون، يا ترى كيف فيني اتصرف؟ الطريقه بكل اختصار، راح نشوف في عندي هون كلمه فورجيت باسورد، يعني نسيت كلمه الباسورد، راح نكبس على هاي الكلمه الموجوده عندي هون، نسيت كلمه كلمه السر، راح نكبس عليها ضغط. فراح يكون على الشكل التالي، عم يخبروني انه راح يبعثوا لي هلا ايميل على ايميل على البريد الالكتروني اللي حاطه بحسابي بالامازون، راح يتضمن كود. هلا راح اكبس على كلمة كنتوني الموجود عندي هون. هلا عم يخبروني انه بعتولي بريد الكتروني على الايميل البريد الالكتروني، بعتولي رمز على البريد الالكتروني الخاص فيني. المفروض علي اروح اجيب الرمز وراح وارجع. هلا انا بالنسبة لي راح اروح على البريد الالكتروني الخاص فيني، راح اجيب الرمز وراح ارجع. هلا بالنسبة لي بعتولي بريد الكتروني من قبل شركة الامازون، بعتوا لي بريد الكتروني راح يحكي رمز، هذا الرمز راح اعمل له نسخ على الشكل التالي. هلا راح ارجع على تطبيق الامازون. هلا بالنسبه لي راح اخذ الرمز اللي جبته من الايميل البريد الالكتروني، راح اعمل له لصق هون بهذا المربع. هلا راح اعطيه كلمه كونتينيو الموجوده عندي هون، راح اعطيه ضغطه كونتينيو. هلا عم يطلب مني على الشكل التالي، عم يطلب مني انه اضيف كلمه سر جديده، وعم يطلب مني كمان ارجع اعيد نفس كلمة السر. هلا وبعدها راح اعمل حفظ للتغييرات. هلا راح ادخل كلمة السر وراح ارجع اعيدها، راح احكي بس على كلمة سيف. هلا انا بالنسبة لي دخلت كلمة السر الجديدة اللي بدي اضيفها بحسابي بالامازون، ورجعت عيد نفس كلمة السر الجديدة. هلا راح احكي بس على كلمة سيف لحفظ التغييرات، راح اكبس على هاي المربع البرتقالي. هلا عم يخبروك انه تم تغيير كلمة السر بنجاح. هلا عم يخبروك اذا حابب تضيف رقمك التليفون الخاص فيك، انا بالنسبة لي ما بدي اضيفه، راح احبس على كلمة اسكيب تجاوز او تخطي. وهيك هلا صار بامكاني سجل دخول بحسابي على الامازون. هلا راح ارجع سجل دخول. هلا هيك بكل بساطة صار بامكاني اعمل من خلال هالطريقة استرجعت كلمة السر الخاصة بحسابي بالامازون، وصار بامكاني افوت على حسابي بالامازون واعمل اي شيء بالنسبة لي محتاجه. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني اعمل استرجاع لكلمة السر الخاصة بتطبيق الامازون. هلا الفيديو ان شاء الله بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.